قبل أسبوعين جلست وقرأت صحيفة نيويورك تايمز. لم أفعل ذلك لثلاثين عاما. جاءت زوجتي وكنا نشرب قهوة وقرأنا الصحيفة فبدأت بالبكاء. مجرد القدرة على القراءة مرة أخرى هو أمر عاطفي بالنسبة لهوارد تورمان. بدأ بفقدان نظره كطفل، أما نظارته الجديدة فلن ترجع له النظر بل إنها ثاني أفضل شيء. أضع نظارتي، أتعرف على إصبعي، فألتقط صورة، والآن تقوم بالقراءة. للنظارة كاميرا تتعرف على النصوص وبإمكانها قراءة الكلمات له. تدعى بأوركام ويقول تورمان إنها تعطيه إحساساً بالحياة الطبيعية. من المضحك إن لدى دانكن دونات كعكة لم أجربها من قبل وكان ذلك مثيراً. دانكن دونات. It's a clip-on camera. الكاميرا مشبك فيمكنك شبكها بأي نظارة، وهذا جهاز حاسوبي يمكنك وضعه في جيبك، والطريقة التي تتفاعل بها هي بإشارة اليد، فمثلاً مكتوب هناك Rentals and Tours. Rentals and Tours. لكنها ليست مثالية، فهي تستخدم سلكا طويلا وفي بعض الأحيان تحتاج لتكرار المحاولة حتى تصيب. لا يمكنها قراءة كتابة اليد لأنها مختلفة من شخص لآخر. وكذلك تعاني الكاميرا في الإضاءة القوية أو في حالات أصعب مثل الإشارات على النوافذ. أدنكان يو دوناتس hours of operation low pm pounds pm 9 pm how was your service today. يقول شاشوا إن هناك تطويرات قادمة. إلى أين ترى هذه التقنية ذاهبة على المدى الطويل؟ القراءة والتعرف على الوجوه والمنتجات، إنها البداية فقط. المكان الذي نريد الوصول له هو استيعاب بصري تام في مستوى إدراك الإنسان. فلو كنت مشوشا تبدأ باستيعاب ما حولك، مثلا أن تسأل أين الباب، الباب هناك، أو تسأل عن مكان النافذة أو أي مكان مفتوح. وحتى الآن يقول تورمان إنها ستغير الكثير. تخيل طفلا حصل على لعبة لأول مرة، إنه أفضل شيء حدث لي لمدة طويلة.